ازدياد الشكاوى الشعبية من رفع أسعار الخبز والتلاعب بالأوزان. اتفاق على تهدئة جديدة في غزة لمدة 5 أيام. نشرة الأخبار من قناة سهيل أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تجددت المواجهة ليلة أمس في منطقة الغيل بمحافظة الجوف بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة ودواعش الحوثي من جهة أخرى، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى. وأشار مصدر محلي إلى أن هذه المواجهات نشبت على خلفية اختراق الهدنة من قبل دواعش الحوثي أكثر من مرة، آخرها الاعتداء على الوساطة وضربها بالمدفعية والدبابات واحتلال مبنى إدارة أمن الغيل. وأكد المصدر أن الوساطة انسحبت من جميع المواقع والمراتب والمراكز القتالية التي استلمتها من الطرفين المتقاتلين في فترة سابقة، حيث سلمت كل طرف موقعه. تفقد محافظ الحديدة صخر الوجيه سير عملية اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2013 و14 لطلاب المستوى الأول والثالث بالكلية الحربية. وخلال زيارات طلع محافظ الحديدة على مستوى أداء الامتحانات وحث الطلاب على الأداء الجيد، كما زار الشاطئ البحرية التابعة للكلية، وأكد دعم قيادة المحافظة لاستكمال تنفيذ كاسر الأمواج الذي سيحد من عملية المد البحري وتأثيره على ميدان التدريب في الكلية، بالإضافة إلى دعم قيادة السلطة المحلية لعملية الإنارة الخاصة بالكلية وتحسين وتطوير عنابر الطلاب على أن تقوم الكلية بتوفير الدراسات الخاصة بتلك المشاريع. ضبط أفراد نقطة القناوص الأمنية بمحافظة الحديدة أكثر من 1300 طلقة رصاص كانت على متن سيارة نيسان. وقالت مصادر في شرطة الحديدة في مديرية القناوص إن السيارة التي تم ضبطها كان بداخلها 3 أشخاص أثناء محاولة تهريب عبر القناوص إلى مديرية حرب التابعة لمحافظة حجة، ولا تزال القضية والمتهمون قيد التحقيق تمهيدا لإحالتهم إلى العدالة. يشكو المواطنون من ارتفاع أسعار الخبز وانخفاض وزنها بعد إقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. مراسلنا في تعز بحث في حيثية هذه القضية وأعد التقرير التالي. قرص الروتي بصورته الجديدة. هذا كنا نأخذه ب10 ريال وبأحسن من هذا الوزن، الآن نأخذه ب20 وخف الوزن، تمام؟ ولا الى اين المرقه، الى اين نشتكي؟ هذا امامكم. الروتي اصبح ملويز يا الضفير، والعيش والكله اصبح يعني ما الموظف قد يرفع له معاشه، طيب اللي مش موظف. وقد يصطبح الشخص 10 اقراص ولا يكفي. بعد القرعه هذه حصل ان القرص الروتي بدل ما كان ب10 يعني كبير، دحين قد يرجع ما ساعة الميل ميل بكحل، يعني كيف نسوي؟ فلهذا يعني قد دحين ارتفع، دحين بقل واحد ب20 واحد ب15. السلطة المحلية في المحافظة والسلطات المعنية في مراقبة القرارات هذه لم تلتزم بالأسعار، لا بالمواصلات ولا بأسعار الرغيف والخبز. طابور طويل من الهموم للمواطن، أولها لقمة العيش، والارتفاع الكبير بالقيمة والنقص بالوزن سبب له المتاعب. اللقمة هذه أكلها الفقير والغني، يعني ما هذه يعني مشتركة، بالذات الخبز والرغيف هذا أهم شيء. وجدنا أن هناك تقليص يعني من هجم وسعر الرغيف والروتي، وخاصة ما يعللون به الطعمية، يعني قد يكون يساوي القيمة بالوزن كذا، يعني حاجة بسيط جدا إلى درجة خيالية. فقمنا بإغلاق 5 من الأفران المخالفة. أصحاب الأفران سواء الآلية أو الشعبية هم الآخرين يشكون همومهم، ورفعهم للأسعار لم يأتي إلا بعد معاناة حسب قولهم. إحنا نعاني من غلاء الأسعار، مثلا في الديزل كذلك ارتفاع الإيجارات، فأني ما يضربش حسابنا بصناعة الإيجار التالف اللي
يعني من الروتي والرغيف علينا. عدد الأفران في تعز الأفران الشعبية 230 وكل يوم في ازدياد. الأفران الآلية حوالي 35 فرن آلي داخل تعز، وهذه كلها تعمل لخدمة المواطن. المشكلة الحقيقية هي الوسيط الذي بين المواطن وبين المصنع اللي هو صاحب الفرن. ها هنا الفجوة كبيرة جدا. الوسيط هذا يطلب يعني مواصفات معينة وأسعار محددة، والمواطن ما عندهش ثقافة انه يأتي إلى الفرن. لو جاء المواطن للفرن لحلت المشكلة بسهولة وبيلمس تغير غير عادي. ذهبنا لمكتب الصناعة والتجارة للبحث عن إجابة لتساؤلات المواطنين كونهم أصحاب الاختصاص. بتلاعب واضح تمام بأسعار الخبز والرغيف والأوزان بشكل أساسي تمام، حتى وصل وزن القرص إلى 30 جرام و25 جرام، القرص هو 10 يعني أصبح زي القلم. فالمسألة ما فيش ضمير لدى هؤلاء تمام أصحاب الأفران، وغرهم الطمع يعني تمام، يربحوا ولو على حساب المساكين يعني. فالآن نحن في صدد لقاء موسع إن شاء الله يوم السبت مع أصحاب الأفران والمخابز في الغرفة التجارية، ونتوقع من خلال هذا اللقاء أن نصل إلى نقاط مشتركة نتفق على حكاية الوزن والسعر. هم يومي للمواطن العادي الذي يمثل أغلبية الشعب اليمني الذي لا يهمه اليوم الترفيه ولا الكماليات، فالكل يكدح يوميا للجري خلف قرص العيش لستر حاله وأسرته. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. أطلقت اليوم المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة دراسة الفساد السياسي في اليمن، والذي تميزت على 6 دراسات عربية تناولت الفساد السياسي الإقليمي. واستعرضت الدراسة أشكال الفساد السياسي الممارس في اليمن منذ عام 1990 حتى عام 2011. وتناولت الدراسة أسباب الفساد والعمليات الممنهجة للسلطة التنفيذية السابقة الهادفة لاقتناص الدولة عبر احتكار السلطات وتسخير جميع منافعها لصالح أقلية حاكمة. وفي الختام ناقش المشاركون توصيات الدراسة والتي شددت في جزء منها على ضرورة الفصل بين السلطات وضمان تحقيق مبدأ الشعب مصدر السلطات، وأهمية إخضاع جميع موظفي الدولة للمساءلة والمطالبة بإلغاء قانون الصحافة والمطبوعات النافذ والإزدواجية القانونية. انعقد اليوم في العاصمة صنعاء اللقاء الأول للجاليات العربية والأجنبية المقيمة في اليمن وبعض الجاليات اليمنية القادمة من دول الاغتراب حول التعريف بالمآثر السياحية التي تفخر بها اليمن. ويهدف اللقاء إلى تعزيز علاقات الشعب اليمني بالدول الصديقة والشقيقة، وكذا التعريف بالمعالم الأثرية في اليمن، بالإضافة إلى ربط دول الاغتراب بالثقافة السياحية وحثهم على إقامة الاستثمار السياحي في الوطن. اللقاء ينظمه مجلس الترويج السياحي والمركز اليمني للجاليات برعاية من وزارة السياحة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. ازدياد الشكاوى الشعبية من رفع أسعار الخبز والتلاعب بالأوزان. اتفاق على تهدئة جديدة في غزة لمدة 5 أيام. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة سهيل. المزيد زوروا موقعنا على الانترنت سهيل.net، كما يمكنكم التواصل معنا عبر فيسبوك وتويتر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.